50,000 حالة جديدة رقم سنوي مرعب تسجله قائمة المصابين بالسرطان. فحوصات، نصائح وإرشادات في الطبعة السادسة لمعرض الإعلام حول السرطان المنظم بقصر المعارض، وفي مقدمتها النظام الغذائي الصحي والسليم. تجنب الأغذية المصنعة، بتجنب السكريات، تجنب الفرن البيضاء والأغذية المحضرة منها، تجنب المنتجات المصنعة، هذوك لي غاتو لي شوكولا لي بونبون. نركزوا على تناول الخضر والفواكه، نركزوا على تناول البقوليات العجائن الكاملة، ونتجنبوا كذلك السكريات بصفة عامة. الرضاعة الطبيعية أولى خطوات وقاية الطفل من الإصابة بالسرطان، كما أنها تقي الأم أيضا من هذا المرض الخبيث. المرأة اللي ترضع، كي تبدا ترضع الطفل هي راهي تقتل في هذوك الخلايا اللي باش يرجعوا خلايا سرطانيه، هي راهي كي شغل تيليمينيهم، سيتادير يا اون انيبيسيون دو لا كارسينوجينيز سكون ابل سا. دونك هي او ميم طون كاين ثاني سرطان المبيض، تقي نفسها من سرطان المبيض، ومنها تحفز الطفل بالصحة الجيدة على طول المدى كما يقولوا. أما فئة المدمنين فما عليها إلا الإقلاع عن التدخين لتجنب رحلة طويلة بين المستشفيات. La première cause de ces cancers تاع الرئة هو التدخين. Tant que la population يلزم تفهم باللي Si les patients arrêtent de fumer, ils habsent le tabac, alors on a gagné une grande partie du problème. التشخيص المبكر عامل يقي من الإصابة ببعض الأمراض التي يمكن أن تتحول مع الوقت إلى سرطان. سرطان البروستات يمكن أننا يعني نتفادى إطلاقا الإصابة به، ولكن اليوم نشوفه في المراتب الأولى مع سرطان الرئة وسرطان القولون، يحتل المراتب الأولى بأزيد من 3500 حالة جديدة سنويا. التغذية الصحية والإقلاع عن بعض الممارسات التي تضر بالجسم كالتدخين وممارسة الرياضة، بالإضافة إلى التشخيص المبكر، طرق الوقاية لتقليص فاتورة ثقيلة ترهق المريض ومن حوله.